موقف صعب، لكن هي دي مسيرة الأبطال، دايما طريق البطل صعب. ودي كرة مرة تانية ولمسة، جول 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 جول. النكشة الأولى والغمزة الأولى من الكونغولي، ضيع كرة لكن التانية دي ما تضيعش يا جدعان. في الدقيقة 22 فيستون مايلي الكونغولي يسوي، يوصل إلى هدفه الرابع هذا الموسم، معها زقة تمام التمام. بصوا حضراتكم، لمسها لمسة فنان وغمزها داخل الشباك من فوق أحمد حسين، علشان فيستون مايلي أصدقائي يفتتح التسجيل ويسجل أول الأهداف في الدقيقة 22. واحد لا شيء، وفيستون مايلي